كن المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي مستهدفا بتفجيري طرابلس، هذا ما أظهرته المعطيات الأولية للهجوم الإرهابي، لكن منزله لم يسلم من الأضرار، لا سيما أنه يقع قرب مسجد السلام الذي استهدفه التفجير الثاني. اللواء ريفي الذي كان في المنزل وقت التفجير لم يصب بأذى جسدي، لكن منزله تعرض لأضرار واضحة. من يدعي الجهاد في مكان ما عليه أن يتوقع الجهاد المضاد، وبدل ما نكون في نائب النفس حماية للبلد رحنا على أنه حولنا بلدنا لساحة حرب وساحة مفتوحة للمعارك والموت. يوم طرابلس كان